بعض أهل العلم إن صح أن يوصفوا بهذا الوصف تجد عندهم أخطاء قد تصل أيضا إلى أخطاء في العقيدة. شيخ صالح، ما هو توجيهكم حفظكم الله؟ لا شك أن من العلماء من هم علماء ضلال ودعاة ضلال، فهؤلاء يجب الحذر منهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وقال صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، إنما يهلك الناس أحد أمرين: إما زلة عالم، وإما جدال منافق بالقرآن. على كل حال يجب الحذر من علماء السوء وعلماء الضلال، ويجب الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم، أهل التقوى وأهل الورع والعمل الصالح. نعم.